هل تعلم ما هي فوائد حليب الماعز؟ في هذا الفيديو سنتحدث عن فوائد حليب الماعز للصحة والجمال. فحليب الماعز هو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الإنسان، كما يحتوي على بروتينات عالية الجودة وأحماض أمينية أساسية، كما أنها تعتبر بديلا صحيا للحليب البقري للأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب. شاهدوا الفيديو لمعرفة المزيد عن فوائد حليب الماعز وكيف يمكنك استخدامه لتعزيز صحتك. قبل بداية الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة صحتك أفضل إخصائي تغذية. واحد، فوائد حليب الماعز للعقم. تعد مشكلة العقم من المشاكل الصحية الخطيرة التي يعاني منها العديد من الأزواج حول العالم، إذ إنها قد تصيب الرجل والمرأة وتعمل على عدم القدرة على الإنجاب. ومن الحلول التي تستخدم للتغلب على مشكلة العقم هو تناول حليب الماعز، الذي يعد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على فيتامين بي والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تعتبر مفيدة لتحسين العلاقة الزوجية. كما يساعد حليب الماعز في علاج بعض أسباب العقم، إذ يحتوي على مواد غذائية تساعد على تنظيم الهرمونات وتحسين وظائف المبايض والخصيتين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لحليب الماعز أن يساعد في علاج بعض الأمراض المصاحبة لمشكلة العقم، مثل ارتفاع ضغط الدم وفقر الدم والألم الناتج عن العلاج الكيماوي. لذلك ينصح بشدة بتناول حليب الماعز كمصدر غذائي مفيد للتغلب على مشكلة العقم وتحسين صحة الجسم والعلاقة الزوجية. 2. فوائد حليب الماعز للبشرة. تعتبر فوائد حليب الماعز للبشرة من الخصائص المميزة لهذا المشروب الطبيعي، حيث يعد مثاليا لأصحاب البشرة الحساسة والمعرضة للمشاكل الجلدية المختلفة. يحتوي حليب الماعز على العديد من المكونات الفعالة التي تساعد في تهدئة الأكزيما والصدفية والتقر الشعري. ومن ضمن الخصائص الهامة لحليب الماعز للبشرة احتوائه على حمض اللاكتيك، والذي يعمل على تقشير وترطيب البشرة، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية التي تساعد في إصلاح أي أضرار في حاجز البشرة. كما يتضمن الحليب باروبيوتك، الذي يعزز نمو البكتيريا الجيدة على الجلد، وفيتامين الذي يساعد على حصول تقشير خفيف ولطيف للبشرة. وللاستفادة من فوائد حليب الماعز للبشرة، يمكن تحضير ماسكات خاصة تحتوي على حليب الماعز والتي يمكن استخدامها لتحسين صحة البشرة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عدم إعطاء حليب الماعز للأطفال نظرا لأنه مضر لهم بعض الشيء وصحتهم الجسدية. 3. فوائد حليب الماعز للمفاصل. يعتبر حليب الماعز من المصادر الغذائية المهمة والصحية التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم، ويتميز بفوائد صحية عديدة للمفاصل. فقد أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن حليب الماعز يحتوي على مادة الغلوكوزامين، التي تعتبر مفيدة للغاية لصحة المفاصل، حيث تقوم بتقوية المفاصل وتحسين حالتها وتقليل تآكلها. كما يعتبر حليب الماعز مصدرا غنيا بالكالسيوم والمغنيسيوم، اللذان يلعبان دورا هاما في تحسين صحة العظام والمفاصل. والجدير بالذكر أن حليب الماعز لا يحتوي على اللاكتوز، مما يجعله مناسبا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية للحليب. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر حليب الماعز مصدرا جيدا للبروتينات الصحية التي تعزز نمو الخلايا وتحسن عمليات الجسم، مما يجعله مناسبا للأشخاص الذين يمارسون الرياضة ويحتاجون إلى كميات كبيرة من البروتين في غذائهم اليومي. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض المفاصل الالتهابية، قد تساعد تناول مشتقات حليب الماعز كالجبن على تخفيف الأعراض وتحسين الحالة الصحية بشكل عام. إن تناول حليب الماعز بانتظام يتيح العديد من الفوائد الصحية للمفاصل ويحسن حالتها وصحتها لفترة طويلة من الزمن. 4. فوائد حليب الماعز للكبد. يعتبر حليب الماعز ومشتقاته من المصادر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، فإن حليب الماعز يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان وخاصة للكبد. فمثلا، فإن حليب الماعز يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات العالية الجودة، والتي تعتبر من العناصر الأساسية في بناء وتجديد خلايا الجسم. كما يحتوي حليب الماعز على الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات إيه وبي2 والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والزنك والسيلينيوم، والتي تعمل على دعم صحة الكبد وتحسين وظائفه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حليب الماعز يحتوي على الأحماض الدهنية الغير المشبعة، والتي تحسن صحة القلب والأوعية الدموية. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن تناول جبن الماعز بانتظام يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبالتالي،
فإن استهلاك حليب الماعز ومشتقاته يعتبر خيارا صحيا مفيدا للصحة الكبد والجسم بشكل عام. 5. فوائد حليب الماعز للقولون. حليب الماعز له فوائد كبيرة على القولون. أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات أن السكريات الموجودة في حليب الماعز تساعد في التقليل من التهاب الأمعاء وتساهم في شفاء القولون من العديد من الأمراض. كما بيّنت الدراسة أن السكريات القليلة التعدد في لبن الماعز تساعد على الشفاء من جروح القولون وزادت من البكتيريا المعوية المفيدة للجسم. كما أشارت دراسة أخرى إلى أن استهلاك حليب الماعز يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم في حين يبقى الدهون الثلاثية والكوليسترول الجيد عند مستوياته الطبيعية. كما يعد حليب الأغنام فعالا في عمليات التمثيل الغذائي للكالسيوم والحديد، مما يمنع التفاعل بين المعدنين، فتترسب كميات جيدة من الحديد والكالسيوم في مخازنها الخاصة في الجسم. ومن بين فوائد حليب الماعز الأخرى أنه يحمي من الإصابة بالانتفاخ المعوي بسبب احتوائه على جزيئات دهنية أصغر من جزيئات الدهون في حليب الأبقار، وهو أسهل على الهضم. باختصار، فإن حليب الماعز يساعد في الحفاظ على صحة القولون وتحسين عملية الهضم، ويعد بديلا جيدا لحليب الأبقار. 6. فوائد حليب الماعز للرجل. يعتبر حليب الماعز من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم العديد من الفوائد للجسم. يحتوي كوب واحد من حليب الماعز الكامل الدسم على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، مثل البروتين والكالسيوم والفوسفور والمنغنيز والزنك وفيتامين ب6 وب12. ومن أبرز فوائد حليب الماعز للرجل هي زيادة عدد وجودة الحيوانات المنوية، إذ تحتوي هذه المشروبة على مركبات تعمل على تحسين نسبة الحيوانات المنوية وحركتها، مما يساعد في علاج حالات العقم عند الرجل. كما يقوي حليب الماعز جهاز المناعة في الجسم ويحمي من الإصابة بالعديد من الأمراض، ويمكن تناول حليب الماعز بشكل منتظم كجزء من النظام الغذائي الصحي للرجل للاستفادة من جميع فوائده. 7. فوائد حليب الماعز للبروستاتا. تحتوي مشتقات حليب الماعز على فوائد صحية عديدة للبروستاتا، فهي تحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية مثل البروتين عالي الجودة والدهون الصحية، وتوفر سعرات حرارية أقل من أنواع الجبن الأخرى. كما أن حليب الماعز يحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز، مما يجعلها خيار جيد لأولئك الذين يعانون من الحساسية. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي جميع أنواع جبن الماعز على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين إيه وفيتامين B2 والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والنحاس والزنك والسيلينيوم، وتساهم جميع هذه العناصر في تحسين صحة البروستاتا والأوعية الدموية والقلب والالتهابات. وقد أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون جبن الماعز بانتظام يحصلون على تحسن ملموس في نسبة الكوليسترول، وبالتالي فإن تناول مشتقات حليب الماعز يعتبر خيارا ممتازا للعناية بصحة البروستاتا. 8. فوائد حليب الماعز الساخن. يعمل حليب الماعز الساخن على تحسين الهضم وإيجاد التوازن اللازم في الأمعاء، كما يحتوي على فيتامين B12 والمغنيسيوم والفوسفور، وهذه العناصر الغذائية مفيدة للقلب والعظام وتحسين صحة الأعصاب والعضلات. ومع تناول حليب الماعز الساخن يعزز جهاز المناعة عن طريق زيادة وتعزيز كمية الأجسام المضادة في جسم الإنسان، ويساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية الفيروسية والبكتيرية المختلفة. وبحسب الأبحاث، فإن حليب الماعز الساخن يحتوي أيضا على مادة تسمى لاكتوفيرين، وهي تساعد في تقليل نسبة الالتهاب وتحسين صحة الجلد والشعر. ومن الجدير بالذكر أن حليب الماعز الساخن يحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز، مما يجعله مناسبا للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز. في النهاية، يمكن للمرء الاستفادة من فوائد حليب الماعز الساخن ببساطة، وتضمن الاستمتاع بصحة أفضل وحياة أكثر إشراقا. 9. فوائد حليب الماعز الكليتين. فيما يتعلق بالكليتين، فإن تناول حليب الماعز يساعد في تحسين صحتها، حيث يحتوي الحليب على العديد من المركبات المفيدة مثل البوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم وفيتامين ب والحديد والنحاس، وهي جميعها تساهم في تحسين صحة الكليتين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحليب الماعز يحتوي على كمية أكبر من المعادن تسمى السيلينيوم، وهو مضاد للأكسدة يساعد في إزالة السموم من الجسم وتحسين صحة الكليتين. وعلاوة على ذلك، فإن حليب الماعز يساعد في علاج بعض المشاكل الصحية التي تؤثر على الكليتين مثل الالتهابات وحصى الكليتين، ويمكن تناوله كجزء من نظام غذائي صحي لتعزيز صحة الكليتين والجسم بشكل عام.
10. فوائد حليب الماعز لزيادة الوزن. يعتبر حليب الماعز من المصادر الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تعزز الصحة العامة للجسم، كما يعتبر مصدرا غنيا للبروتينات والدهون الصحية، وبالتالي قد تكون لحليب الماعز فوائد في زيادة الوزن، خاصة إذا تم تناوله بشكل منتظم ومتوازن مع نظام غذائي صحي ومناسب للزيادة في الوزن وممارسة النشاط البدني. يحتوي حليب الماعز على نسبة عالية من البروتينات التي تعد أحد العوامل المهمة في زيادة الوزن وبناء العضلات. كما يحتوي حليب الماعز أيضا على الدهون الصحية مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية الأساسية، وهذه الدهون تعمل على زيادة الطاقة والوزن. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي حليب الماعز على الكثير من الكربوهيدرات، وهي مصدر هام للطاقة التي يحتاجها الجسم لزيادة الوزن. ويمكن تناول حليب الماعز بشكل مباشر أو استخدامه في تحضير وصفات الطعام والحلويات، كما يمكن استخدام مكملات البروتين المصنوعة من حليب الماعز لزيادة الوزن بشكل صحي وآمن. 11. فوائد حليب الماعز للنساء. فوائد حليب الماعز للنساء: فإن حليب الماعز يحتوي على العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بصحة المرأة، مثل تحسين صحة الجلد وتقوية القدرة الجنسية. كما يحتوي حليب الماعز على مكونات طبيعية لتحسين التوازن الهرموني وتخفيف أعراض الحيض وتقليل احتمال الإصابة بسرطان الثدي. علاوة على ذلك، فإن حليب الماعز يحتوي أيضا على نسبة قليلة من اللاكتوز، مما يجعله مفيدا للنساء اللاتي يعانين من حساسية اللاكتوز. وعند تناول حليب الماعز بانتظام، يمكن أن تستفيد النساء من العديد من الفوائد الصحية وتحسين جودة حياتهن بشكل عام. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بمشاهدة هذا الفيديو وتعلمتم الكثير عن فوائد حليب الماعز. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون وترك تعليقاتكم وأسئلتكم في مربع التعليقات. وشكرا لمشاهدتكم، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.